ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم أدينا، how are you? This is our plan إن شاء الله. We'll start a new surah إن شاء الله this month. سورة التكوير إن شاء الله. We'll memorize it up to ayah 14 إن شاء الله. Let's read. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. Okay, Adina, this is our plan, inshallah. May Allah make it easy for you. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله.